السلام السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام وعليكم ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ لي 3 أسئلة بعد إذنك. تفضلي. السؤال الأولاني، إن حفظك الله، بنتي كانت عملت حمام على هدومي، بس أنا نسيت أغير الجلابية فبتهزني. نعم، عفوا. بنتي كانت عملت حمام على هدومي، بنتك تبولت على ملابسك. وانا نسيت اغير الجلابيه، صليت بيها يومين، نعم، صليت بيها يومين، نسيت اغيرها وصليت بيها يومين. يعني بنتك تبولت على ملابسك ونسيتي أن تخلعيها ونسيت القصة وصليت بها يومين. الصلاة لا تعاد، لا تعاد الصلاة، لأن الشخص إذا نسي وصلى والثوب عليه نجاسة فالصلاة صحيحة. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام صلاة من الصلوات وهو يلبس النعل، فبعد مضي جزء من الصلاة خلع نعله، فخلع الصحابة نعالهم، فقال لهم بعد انقضاء الصلاة: ما لي أراكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. قال: إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما أذن، فلو كانت الصلاة بالنجاسة مع النسيان باطلة لأعاد النبي الصلاة، لأنه كبر التكبيرة، تكبيرة الإحرام، والنعل فيه أذن. فهكذا الذي دخل في صلاة وعلى ثيابه نجاسة وهو لا يعلم، فالصلاة تصح. تمام. طب السؤال الثاني بعد إذنك، أنا أثناء الصيام، نعم، وأنا صايمة أثناء الصيام، أما أكون بطبخ بتذوق الطعام على طرف لساني، بعدين بكفه وأتمضمض، لكن بيظل مذاق البهارات في بقي، فإيه حكم ده؟ الصيام صحيح، لأنه يجوز لنا أن نتوضأ بماء البحر، وإذا توضأنا بماء البحر ونحن صيام ملوحة ماء البحر وإن قذفناه ما زالت باقية، فلا تؤثر على سلامة الصيام، والله أعلم.